علشان نفهم ازاي الصوره بتاعت السي تي او بتاعت الكمبيوتر توموجرافي بتتكون، لازم نفهم الاول الصوره دي مكونه من ايه. فعامه الصوره ممكن نبص عليها ان هي حاجه بالشكل ده كده، بتعبر عن سلايس من الجسم، والسلايس من الجسم دي لها 3 دايمنشنز. يعني لها اول حاجه لو احنا بنتكلم على ان هي كصوره، الصوره بيبقى فيها مجموعه من البيكسلز، كل نقطه في الصوره هي عباره عن بيكسل لها دايمنشن في الاكس ودايمنشن في الواي. بس مهم جدا برضو ان احنا دايما نتخيل ان الصوره اللي احنا شايفينها دي لها زي دايمنشن كمان، لها ديبث دايمنشن، يعني لها ثيكنس، ما هياش بس بتعبر عن حاجه 2 دايمنشن، لا بتعبر عن حاجه 3 دايمنشنال. الحاجه 2 دايمنشن اللي احنا بنشوفها في الصوره اللي هي البيكسل هي اكشوالي فوكسل، فوكسل هي عباره عن 3 دايمنشنال بيكسل. فلها دايمنشن في الاكس ودايمنشن في الواي، ولها كمان دايمنشن في الزي بيعبر عن سلايس ثيكنس. في الاخر احنا عندنا مهمه ان احنا لو احنا عايزين نكون صوره n by n، يعني الدايمنشن بتاعها n by n، n دي ممكن تكون مثلا 256، ممكن تكون 512، عاوزين احنا نتعرف على النقط بتاعت الصوره دي كلها ازاي ان احنا نحسبها. فبالتالي ممكن نتخيل ان احنا لو عندنا صوره n by n يبقى عندنا n square unknowns. الانونز دول هم عباره عن نقط الصوره اللي احنا عايزين نحسبهم. فاحنا عايزين نحسب n تربيع من النقط علشان نكون صوره واحده. طب ازاي نكون او ازاي ان احنا نحسب النقط المختلفة دي؟ خلينا ناخد مثال بسيط بسيط جدا. المثال دوت هناخد مثلا مثال عندنا صورة 2 في 2. والصورة 2 في 2 دي النقط بتاعتها اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، 4 انونز. نتيجة ان احنا 2 في 2، 2 في 2 يبقى عندنا ان سكوير، يبقى عندنا 4 انونز عايزين نحسبهم. لو احنا بنعمل حسابات بناء على projections، يعني احنا مثلا بنعمل اكننا بنصور الصوره الصغيره دي اللي هي الاثنين في اثنين دي، بنصورها vertically horizontally. يعني هنا لو انا جمعت، لو انا مثلا فرضا عملت projection image هنا، طلع لي النقطه اللي هنا دي 7 والنقطه اللي هنا 2، وعملت projection image horizontally بالشكل ده كده، طلع لي النقطه دي 5 والنقطه دي 4. علشان نحسب الاربع نقط دول هنعمل اربع equations مبنيين على البروجكشنز احنا عملنا لهم كولكشن دول. فعندنا مثلا هنا في البروجكشن دوت x1 plus x3 بيساوي 7 مثلا، اللي هي x1 plus x3 بتساوي 7، اللي هي مثلا بنتكلم على اللي هي الايكويشن دي. هنا عندنا ايكويشن الثانيه x2 plus x4 بتساوي 2، هي موجوده هنا. نفس الكلام x1 plus x2 بتساوي 5، x3 plus x4 بتساوي 4. عندنا دلوقتي أربعة equations في أربعة unknowns. نقدر باستعمال بقى طرق الحل بتاعت linear systems of equations، عندنا طرق كتيرة حاليا نقدر نحل بيها linear systems of equations، نقدر بيهم الحقيقة نقدر نطلع قيم x1 وx2 وx3 وx4 كام. فالفكرة الأساسية في التوموغرافي إن احنا to collect projections of the object from different angles، ومن البروجكشنز دي الحقيقه نعمل ايكويشنز ونعمل استيميشن للانونز ان احنا نسولف لينير سيستم اوف ايكويشنز. يعني هنا احنا كان عندنا فيري سمول لينير سيستم كان عباره عن اربع انونز، عشان بنتكلم على صوره 2 في 2 احتاجنا اربع ايكويشنز، عشان كده عملنا بروجكشن هوريزونتال وفيرتيكال بس. براكتيكالي في التوموجرافي الحقيقه محتاجين عدد كبير من الانجلز، يعني نعمل نفس الحاجه دي على انجلز كتيره جدا وبعدد نقط كتير في كل واحدة من البروجكشنز علشان نقدر نطلع عدد كافي من الايكويشنز عشان يحل لنا البروبلم بتاعت الايمج استيميشن. المشكلة الأساسية اللي موجودة في عملية الريكونستراكشن مش في الفكرة، الفكرة بسيطة زي ما احنا شفنا كده، هي حل مجموعة من المعادلات الخطية مع بعض. المشكلة الأساسية إن احنا السيستم أوف ايكويشنز دوت، لو احنا بنتكلم على رياليستيك ايمج ريزولوشنز، بنتكلم على ان مثلا ب 512 ولا ان ب 256 حتى، بنلاقي ان اللينير سيستم اوف ايكويشنز ده يعني بيبقى ضخم جدا جدا. يعني على سبيل المثال لو انا قلت عايز اصور صوره 100 في 100، اللينير سيستم اوف ايكويشنز دوت هيكون فيه 10000 ايكويشن. 10000 ايكويشن ده يعني رقم فلكي الحقيقه، رقم كبير جدا جدا. ويعني بيسكلي اكن عندنا بنحل سيستم اوف ايكويشنز في الماتريكس بتاعت اللينير سيستم دوت بتكون ان سكوير باي ان سكوير، يعني 10000 في 10000. طبعا 100 في 100 ده ما هوش حاجه ضخمه بالنسبه للتصوير الطبي، احنا ممكن نشوف صور 1024 في 1024، يعني بنتكلم على ان احنا بنحل يعني سيستم اوف ايكويشنز ممكن يبقى فيها مثلا يعني مليون ايكويشن بنحلهم مع بعض. فبالتالي المشكلة عندنا أو المشكلة اللي خلت الكمبيوتر توموجرافي يتأخر إن هو كتكنولوجي يبقى متاح،
ان فعلا كان في صعوبه ان يتحلل لينير سيستم اوف ايكويشنز دي بالطرق يعني المتاحه على الكمبيوتنج فاسيلتيز او الكمبيوتنج ريسورسز اللي كانت موجوده في الستينات وفي اوائل السبعينات. اول كمبيوتر توموجرافي اتعمل في السبعينات بعد ما كان الكمبيوتنج ريسورسز تسمح ان هو يقدر يحل المشكله بتاعه التوموجرافي.